يبقى قلت نفس الشيء الاستاذ معطر، باش نرجع له بعد دقيقتين. انا توا سواء النطر لاني مع قرارات الرئيس ولاني ضدها، او اني انا مع ربما الى حد ما من الناس اللي قال عليهم الاستاذ معطر اللي على نيتهم بالحق ما همش من الناس اللي يستبطنون شرا ضد الدوله وضد الشعب. كيفاش تقنعني انا باش نجي غدوه نحضر في المسيره هذه؟ نعم، شكرا لك. بالله عطفا على ما تفضلت به وانت تتحدث على القناه، هل هي يعني مفتوحه على الاصوات الاخرى المخالفه ام لا؟ دعني اقول لاحباء الرئيس قيس سعيد انه لم تعطي لقيس سعيد فرصه للبروز وللظهور بقدر من الاحترام في الشكل والمضمون كما اعطته اياه قناه الزيتونه، وليس دفاعا عنها ولكن انا اتحدث عن شواهد تاريخيه وغير بعيده. وانتم استاذ مخداد كنتم اول معي على قناه الزيتونه شكلا ومضمونا هو كان فيما يشبه رئيس الدوله، يعني كمان حاول رؤساء الدول تعرف هذا والزميل حسين، يعني شكلا ومضمونا حاورنا عندما كان اسمه ما يعرفوش برش عباد، حاورناه واعطيناه قدر رئيس دولة قبل أن يترشح أصلا، وهذا للتاريخ.